ما ينفعش في الكوره ناس عماله تشتم بعض. الكوره حب، شجع وشجع وحب فرقتك زي ما انت عايز، ولكن ليه نقعد ناس تشتم في بعضها؟ ليه؟ دافع عن فرقتك زي ما انت عايز من غير ما تشتم الاخر. ليه روح العدائيه في الكوره؟ ليه حولناها كده؟ مفيش حاجه تستاهل في بلد، في مصر، في مصر قبل اهلي وزمالك، مصر. كفايه روح التعصب دي، روح صعبه جدا. الملف ده لازم يتقفل، هياخد وقت بس لازم يتقفل. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، استاذ كرم جبر رئيس مجلس اعلى الاعلام، عاملين مبادرات محترمه. استاذ عبد الصادق الشرباجي رئيس الهيئه الوطنيه للصحافه، عاملين مبادرات محترمه. على الاستاذ حسين زير رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام، مبادرات محترمه لا للتعصب وشغاله. هياخد وقت معانا وجهد بس يعني مواقع التواصل الاجتماعي عامله مش رهيب. هو ايه اللي جرالنا يا جماعه؟ ليه جرالنا؟ ايه اللي جرالنا؟ ما تحب زي ما انت عايز فرقتك، وانا احب فرقتي زي ما انا عايز. في الاخر في حدود. ايه اللي يعيب اي حد يبقى صديق فلان اهلاوي او زملكاوي؟ ايه المشكله؟ اسماعيلي، ترسانه، محله، من الواحد في تقريبا كل الانديه. ليه الناس وصل مرحله انه مش مستحمله كلمه؟